حسب وزيرة الخارجية ديال جنوب افريقيا، قالت لك 23 دولة طلبات الانضمام الى منظمات البريكس، ومن بين هاد الدول كاين المغرب. المغرب كيف العادة ما ذكر والو في الاعلام ديالو ولا القنوات الرسمية. واش هاد الشيء مزيان المغرب؟ يعني الدخول للبريكس مزيان المغرب؟ وشنا هي هاد البريكس اصلا؟ علاش دارت هاد البريكس؟ واش هي في صالح المغرب انه يدخل لها او لا؟ لا. فكانت واحد المجموعه ديال الجويت، دوك اكثر 8 ديال الدول اللي مجهده في العالم، وفي 2014 كان وقع داك واحد المشكل مع اوكرانيا وما يجريو على روسيا، فاش حيدوا روسيا بطبيعه الحال ولات عوض الجويت ولات الجيسات. هاد الجيسات هما ايطاليا، المانيا، فرنسا، كندا، الانجليز، امريكان واليابان. فالسؤال علاش ما دخلوش معهم الصين؟ الصين بطبيعه الحال قوة عظمى اقتصاديا وتا سلاحيا، ولكن علاش ما دخلوهاش معهم؟ فهنا بطبيعة الحال الصين بدأت تفكر على بدائل، لان هذوك الناس ولو تينافسوها، فبدأت تجر لها بعض الدول الاخرى من تما تقادات البريكس. هي في الاول كان سميتها البريك، ثم من بعد زادت انضمت لها ساوث افريكا ولات بريكس. ففي 2001 كان سميتها كي قلت لكم البريك، يعني البرازيل هي بي، و R هي روسيا راشا، و E هي الهند هي انديا، و C اللي هي تشاينا. فاش تزادت لهم ساوث افريكا ولات بريكس، وهاد الدول هذه هي اللي تتسمى النمور الصاعده، يعني الاقتصادات النمور الصاعده، فهي اللي صاعده وغادي تشد لا غوليف على الغرب. هاد المنظمه هذه ديال بريكس عندها توجه يعني اقتصادي، ما عندهاش توجه سياسي، تتحاول ما امكن انها ما يكونش عندها توجه سياسي. ان شاء الله في حاله ما تم قبول المغرب غادي تولي سميتها البريكسم، وعلاش لا؟ مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. فمن بين اهم الاسباب او الدوافع اللي جعلت ان هذا البريكس تكون، هي انها باش يكون واحد الانصاف مالي عالمي بين الدول، لان شافوا بان البنك الدولي يعني يكيل بمكيالين بين دولة واخرى، يعني واحد الدولة تعطيها الفلوس وحدها لا، وديك اللي تعطيها الفلوس تفرض عليها بزاف ديال الامور باش ديرها من اجل مخطط اللي تخدم خاصة الدول الغربية. وخير مثال هو داك الخوصصة اللي كتفرض على بزاف ديال الدول، من بينها المغرب طبيعة الحال، لان بزاف ديال الامور اللي تمت خوصصتها، بزاف ديال الشركات اللي كانت تابعه للدوله وتمت الخوصصه ديالها بضغط من البنك الدولي. فبطبيعه الحال ماشي كلشي تيكون سلبي بطبيعه الحال اللي تتفرضه داك البنك الدولي، لانه خصو يضمن فلوسه، ولكن بزاف ديال الامور الاقتصاديه اللي كي يعني كتوجهها وجهات سياسيه ديال هذا البنك الدولي. بين الامور اللي نقدر نقول لكم بانها تكون سلبيه، بحال مثلا انت تقول لي اودي التعويم مثلا العمله ديال هذاك البلد، بين المغرب كيفاش كانوا قالوا ليه دير التعويم ديال الدرهم ديالك باش يولي مثلا يعني ممكن التداول ديالو والتداول به عالميا. فبزاف ديال الدول ما تكونش مستعده لهذه الخطوه هذه اقتصاديا وفي بزاف ديال الامور، فاذا مشات حتى اتخذت هذه الخطوه هذه راه ممكن انها تدمر الاقتصاد ديالها نهائيا، وممكن انها تنهار دقه واحده. والمشكل الكبير اللي ولا مؤخرا كيديروا البنك الدولي هو انه تيدخل شي شروط اللي لا علاقه لها بالاقتصاد، فمثلا ولا تيفرض على بزاف ديال الدول انها تتخذ واحد الخطوات اللي لا علاقه لها بالاقتصاد، فتقدر تكون حتى بالنسبه للسياسه، بحال مثلا رفض انه يعطي يعني قروض اوغندا فقط لانها كانت سنت قوانين ضد هذوك الناس ديال الالوان، دوك الملونين. فبطبيعة الحال هذا شرط من شروط اللي لا علاقة له بالاقتصاد، ورغم ذلك فرضوا عليهم البنك الدولي. وهنا بطبيعة الحال تبان الدور المهم ديال البريكس، وهنا بطبيعة الحال تتبان أهمية الخطوة اللي اتجه لها المغرب بطلب الانضمام ديالو إلى البريكس، لأن البريكس تولي بحال شي بديل على البنك الدولي بطبيعة الحال. فهنا تبان بان لان المغرب بطبيعه الحال بحكم انه اولا دوله اسلاميه وعندها توابيت وعندها امور كتخصها، فبطبيعه الحال الا مشى مثلا واحد النهار واحتاج الفلوس من البنك الدولي غادي يولي يفرض عليه انه يدير قوانين اللي ضد التوجه ديالو، ضد التوجه ديال الدين ديالو بطبيعه الحال والتوابيت ديالو. فهنا المغرب عنده الحق انه يعني يلقى حلول بديله للاقتصاد ديالو. فالبريكس دار واحد البنكة سماها نيو ديفلوبمنت
بنك، فهاد البنك هذه خاصة فقط بالأعضاء ديال البريكس. أي دولة مثلا احتاجت مثلا الفلوس غادي تلجأ لهذا، أو لأي شركة في وسط هذه الدول تلجأ لهذا البنك هذا، اللي هو عبارة عن بنك تعوض البنك الدولي بطبيعة الحال. هذا البنك هذا تيكوتيزيو فيه هذه الدول، كل دولة كتكوتيزي فيه بواحد المادة، بواحد المادة ديال الفلوس، واحد القيمة ديال الفلوس، ومن بعد تيولي هما هذا البنك هذا تيسلف لهاد الشركات اللي كاينين في هذه الدول، وتيتسلفوا من عنده بطبيعة الحال بفوائد، وهنا تيستافد هذيك البنكة وتيستافد هذوك الشركات. فهاد البنك هذا تيسلف لهاد الشركات اللي تنتمي لهاد الدول اللي كتنتمي لهاد البريكس، غادي يسلفها بدون اي شرط مثلا تعجيزي، غادي يولي يدير شروط فقط اللي هي اقتصاديه فقط، غادي يقول له ودي فين بغيتي يعني تصرف هاد الفلوس، وفين بغيتي تحط هاد الفلوس. فصراحه هذا امر جد جد مهم وجد ايجابي لهاد الدول بطبيعه الحال. فتطرح واحد المشكل اخر من بعد، هو انه هذا البنك هذا كيستعمل الدولار، وبما انه تيستعمل الدولار اذا باقي امريكا كتحكم فيه. فهنا جات الفكره ديال انهم يعني يديروا واحد العمله اخرى بديله موحده اللي كدور في هذه الدول هذه، اللي غادي تولي تنافس الدولار والاورو وغيره. فهنا غادي تجي الفكره ديال عمله جديده غادي ينشئوها بطبيعه الحال، وغادي تولي متحرره اكثر من الضغط الامريكي. فبطبيعه الحال هذه القضيه هذه راه جد جد صعبه، لانها كتهدد دول كبيره وكتهدد بزاف ديال الامور، ولكن هي صعبه ولكن ليست بمستحيله، وراه قريبا قريبا غادي نشاهدوا انشاء او ولاده عمله جديده اللي تضمها هاد الدول كاملة ديال البريكس. والدليل على الصعوبة ديالها هو الى شتو الاورو، الاورو بطبيعة الحال قبل ما يتزاد او قبل ما يتولد ويولي يخرج ارض الواقع، فاخد سنوات وسنوات من الدراسة، ويعني بزاف ديال الامور اللي سبقات الولادة ديالو، منها انه توحيد مثلا كل دولة مثلا خاصها تحط دوك الاموال ديالها والذهب ديالها يعني توازي ديك المعدل ديال الفلوس اللي غادي تاخذ من الاورو وكذا، يعني بزاف ديال التعقيدات، لان الدول ماشي كلها بحال بحال، الصين ماشي هي الهند، ماشي هي جنوب افريقيا، ماشي شحال غنعطيو جنوب افريقيا، شحال غنعطيو لهاد الدوله، شحال غنعطيو لهاد الدوله. فهنا تختلف يعني التقييم ديال هذاك الدولار او ديال هذيك العمله ديال بريكس من دوله لدوله بطبيعه الحال. فبطبيعة الحال غادي يتقدى واحد البنكة خاصة بالعملة اللي غادي توحد بين هاد الدول هادو، وكل واحدة غادي تعطى على حسب الذهب اللي عندها وعلى حسب الاقتصاد اللي عندها. فبطبيعة الحال كاين دول اللي غادي تعطى كتير وكاين دول اللي غادي تعطى قليل. فإلا جيتي تقارنوا مثلا بين الاقتصاد ديال جنوب افريقيا مع الاقتصاد ديال الصين، فراه لا علاقة بطبيعة الحال. راه غادي نعطيو مثلا مليار للصين وغنعطيو جوج دريال لجنوب افريقيا، لان الاقتصاد ديال الصين راه بالالاف المرات باش يضاعف الاقتصاد ديال افريقيا. فمنين نفرض مثلا دخلت للمغرب شحال غادي يعطيو للمغرب، فهمنا. ولكن تيبقى الاقتصاد اللي هو يعني محرك شويه حسن من الاقتصادات الميته المريضه، بحال مثلا علاش هما رفضوا دخول الاقتصاد دخول الجزائر، لان الجزائر الاقتصاد ديالها مريض. علاش؟ لانها تعتمد فقط تتهز يعني انك البترول وكتبيعو، هذه هي الشيء اللي كدير، كذا 90% من الاقتصاد ديالها تعتمد على هذه القضيه هذه، بخلاف مثلا المغرب فهو دوله منتجه، دوله فلاحيه وصناعيه نوعا ما، يعني ودوله يعني فيها واحد النوعيه او النسبه ديال العماله اللي كتخدم، بخلاف الجزائر عندها واحد الاقتصاد ديال الريع. فلهذا تم رفض دخول الجزائر، ولكن لم يتم بعد البت في طلب المغرب. بطبيعه الحال حنا تنقولوا بان طلب المغرب ليس ما قالوش يعني الاعلام الرسمي المغربي بطريقه يعني مباشره، ولكن تقال في الاعلام العالمي وعبر قنوات عالميه وعبر بزاف ديال الوسائل الاعلاميه اللي تكلمت على هذه القضيه. وراه هذا المشكل هذا راه كاين دابا في اوروبا، فالى جينا نشوفوا مثلا غنلقاو بان المانيا وفرنسا هما اللي تتحملوا العبء يعني الكبير ديال الدول الاوروبيه الاخرى. فجيت تشوف اليونان معلقه فيهم بطبيعه الحال، غير واكله الغله بطبيعه الحال، ما تتسبش المله ولكن المهم واكله الغله. ولكن المانيا وفرنسا راه هازين الثقل كامل ديال اوروبا وديال العمله ديال الاوروبيه، راه هازين الثقل كامل. وهادشي علاش خرجت الانجليز، الانجليز قالت لهم انا اخويا ما قداش على هادشي، انا باش نبدا تنصرف على دول اخرين راه ما يمكنش ليا. يلا شكرا على حسن المتابعه والسلام.